day before 9/11. هذا بقول يعني بتكلم يوم قبل أحداث سبتمبر 11 سبتمبر. الآن مش قضية غزة الآن. سبتمبر. شوفوا الآن العجب. 11 trillions of dollars. قبل بيوم من أحداث سبتمبر تم الإعلان عن فقدان تريليونات الدولارات. طيب. Hours missing. Then a plane. وبعد ذلك تصطدم طائرة بالمبنى اللي هو الجزء الذي هو مختص في المحاسبة. قبل بيوم في كلام عن تريليونات. لما ضربت الطائرة ضربت في وبالتالي القسم اللي كان فيه المحاسبة طبعا دمر. Slams into the very part of the building where they were doing the accounting. الآن انتقلنا لمسؤول آخر بيقول يعني وفق بعض التقديرات لا يمكننا تتبع 2.3 تريليون دولار من المعاملات. شوف بقول كان في حديث بعدين جابوه الآن شخص عم بقول مش قادرين نتبع 2 تريليون. تصور تريليون وثلاث أعشار ومعروف التريليون طبعا هو 1000 مليار. مليون مليون يعني 2000 مليار والزيادة هاي الثلاث أعشار. طيب انتبهت هو استشهد بشخصية مسؤولة بتتحدث الآن قال إنهم لا يستطيعون تتبع 2.3 تريليون دولار. طبعا ليش؟ لأنه قسم المحاسبة موجود في العمارة اللي تدمرت. Track 2.3 trillion dollars. No, that didn't happen. That did not happen. But it did happen. لكنه حدث. المهم هذا بدل لك قديش عصابات إجرام. أيوة هذا بنشوف شو الهدف من. لا بقصد لاحظ أنت المجتمع. طبعا إحنا هنا على قضية 11 سبتمبر هاي في كلام طويل. إنه إشي داخلي وجماعات كله هذا بدل لك على إنه اللي فوق والكبار. سواء في الجانب السياسي أو في جانب الأغنياء والتفاصيل في مؤامرات. في كان جريمة بدهم يغطوا عليها. هذه واحدة. نعم. هذا الآن واحدة ما سبقش تحدثنا فيها. نعم. ولا إحنا فصلنا في مواضيع كثيرة. لكن هاي جديدة. كائن فيه قسم محاسبة عم بتبع وراء. اثنين تريليون وثلاثة أعشار معاملات مالية. ولأنه أنت بتكتشف بعدين كيف إنه الإعلام بيمسح أدمغة الناس سواء كان في الخارج أو عندنا هنا الإعلام العربي إحنا اللي عملناها وإحنا اللي عملناها وإحنا والمسلمين لوين تبنا نضل بهالطريقة. طيب وإحنا سبق قلنا بأنه 3 أشهر من وقت ما حدثت 3 أشهر في درس السبت فوق في القضية في المسجد البير الكبير. طب تعرفوا انتوا في الشهر في قلنا 4 أو 5 دروس اسبوعية لمدة 3 أشهر. هذا عدد الدروس اللي بنحاول نفهم الناس وقتها انه هذا ما له علاقة لا ابن لادن ولا غيره. حتى جماعة ابن لادن صاروا يناقشوا لا ابن لادن لانهم ما كانوش متابعين. احنا كنا متابعين على كل صغيرة وكبيرة وهل اعترف ابن لادن ولا ما اعترف شو التفاصيل كلها بس مش وقته هذا. بس شوفوا الإجرام لوين ببلغ في هذه الدول المنحرفة. طبعا هو على فكرة الكبار فوق في السياسة حتى متورطين زي جورج بوش الابن مثلا وغيره مش وقته. الابن كان وقتها جورج بوش الابن. طيب هاي واحدة حتى نعرف مع مين نتعامل.